إثارة الأنفال مدنية وآية 76 آية. تو سورة النمثال وآية 76 كالمومي دبونا قليلي لثلاثين عرفي دبو بير دميتان لتسعين دهدو. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. يسألونك عن الأنفال. نعم. قل الأنفال لله والرسول. نعم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الله تعالى جسنا تبارك عن الأنفال أفلام غنيمة رياكي غريبة رياكي يا حكوشن تايكي شهيد سوء الأنفال حكوشن غريبة رياكي لله لنا حنن الله والرسول لكم حنن من الله صلى الله عليه وسلم دون الله شديم من لكي ذاك ساميس يتوكلون فنا دوغر على ربهم ربهم جنسو. نعم. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ونن نفكي زيد صلى هر أبدا سييت أشكل لو كتنت نسبو فنت أككما سوني سيكي شير وادق أبن دمك عبد التاسو شير وكما أشكل تاهر الله. نعم. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومقرة ورزق كريم. ودنا بات عينهم سون مؤمنين كسكيا بات صدقا بعد كوبان توبا درجوجي مذوني إلي سنتبت غريس أشكين الجنة ودى أبنك ينسيتان درمسو أنك سامنا ومغفرة سكافرة دعرضك ونديك بابا ونديك باب ونيمات وتمصيبة أشكين الجنة نعم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين ai patan kwacin dai fitarka wato da ubangijin kai fitta kai saboda yaki min bai tuka daga gidan gaidanka ka fita bil haqqi da gaskiya wa inna fariqan alhali wa dan sun jama'u daga cikin mu'mine a wannan lokaci da kare ko na ba sa san fitar to yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. إن جاية كي أشكين كمواد أبوكا بابا ينقبن دي بيانا غيكا سنا داجي وكأنما كي كاشيسو يساقون إلى الموت أنا جنسني يزور متوى وهم ينظرون الحديث سنا كان متوى قلو قلو دائدا ننسو. يعدكم الله إحدى الطائفتين
أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. إن الله تعالى يكي ألك وارتام قدام أبو بيو العير أدوك ساملاك قريشا وسكامي كوكما قسام نفير قسام ونس متاني أن حالكم شواديتنا قريكو أما كوكنا سن أن غير ذات الشوكة شواوات شباب ونظنني أشكين تباتا لد أن يجبا تكون لكم تدمتا وتقولكم قامي لكم باتا لكم يجب ويريد الله الله كوينا سوء أن يحق الحق شيني بينا وتعينهم كسكيانة مكم مؤمنين بكلماته لكلمة تسا السابقة وتوجه تلقايا ده الكون تشيا مسلم تشيا سيابينا ينا سوني أياكم ويقع دنيا ينك دابر الكافرين كالشم كافرين يي استئسار تفقاري سوء ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. الله يتبت عند مسلمتي يلوس كافرتي كوداكم المجرمون مشركي باساسو تو حقا تكسنتي. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. من تيمكم أبنجيكم وأتوي تيمكم في نصرة فاستجاب لكم الله يأنسوا يتي ذن أينهن دديكم ذن كاومك قدم مواب ألف من الملائكة وأتو دقودك ملائك مرد فينا دكا ننسوا فنا دولة دكا ينفلا وأتو دم ملائك كل سجدر لنا تسوى أمام بعد هكا ملائكة دمو ملائكة إيما نشي تبدأ ما سمود أنون الجنة فهر شوى سيش كتير الدنيا ترى يا ما يجيني ما إنا دنيا إلى ملائكة هذا أن أبنا هذا نبلو ملائكة جبريل نفيا شاتا جلنس بني تبقى يتو كينا كدنيا كبا إيشك وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النذر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. الله بسنجان كارم كوانا تيما بندي ايقوك نملا ايقوك إلا بشرى سيدن يزمان gareku katanku wato ayin tantu bihi da wannan taimakon wa man nasr taimako ba wun kowa illa min indillah sai daga wajen ubangiji inna allahi zun allah mai jayi hakimun mai hikima a cikin duk abin da yake yi irri buhikum nu'aza amanatan minhu وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجل الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. سنيا عند عينهم النعاس ينجدي يكي توكيك Allah yake saukar muku da ruwa daga sama dan ya tsarkake ku dan yawancin su a wannan jangidin sai suke mafarki. Allah ya yuzhiba ankum rijza shaytan dan Allah ya tafiya da kazantar shaytan ashe kaga mafarki kazantar shaytan ne. Wal yurbida ala qulubikum dan ya daure akan zuciyarku ya tabbatar da digadigan ku akan gaskiya. Na'am. Yuhi rabbuka ila malaikati أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا
فاربوا فوق الأناق واربوا منهم كل بنان عند أبنجي يكي وملائك وحي واتوذن أكتورو أني معكم كيما كنين أن أنت لدكم وثبت الذين آمنوا كتبت الدوذن دا واتوينين سكي إيماني كتبت الدسو دتيما كامس ديمس البشر أبنجي يكي دسلذن جيفا الرقب مكركتو أجل دوشير الذين كفروا ولن تستكافرتا واتو سفرقتا تضربوا كبجي فوق الأعناق سمم مياي واتو كفار المسكيكين ذلك وانشانك وضربوا منهم كل بنان عينهم ساري كل بنان قوة تقر حنوك ساري تا تكتكين سبتو ذلك بأنهم شاق الله ورسول ومن يشاكك الله ورسوله فإن الله شديد العقاب عند ساعة كشيكي مسوانا عذابك كشيسون دان شاك الله سن جائية دع الله تعالى ورسوله كما سنساقا ومن ذنسا وانتك يجائية دع الله يساقا مسيساقا ومن ذو فإن الله شديد العقاب الله من ثنان كفوباني قريشي دو لا كباب ماماكي دان أنشي أحلقا سلطو ذلكم فظنكم وأن للكافرين عذاب النير ذلكم وأن أبن دي أبكى وكافري أكسيد سلطو ذوقوه فقال أنيش أنا الدنيا أما بتكاربا وأن للكافرين في الآخرة عذاب النار عذاب وتاكم تنانا تنازلا كافرين على الآخرة أنك يا شيخ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا ضعفا فلا تولوهم الأدبار يا قوة عندك بعد تزكية إذا لقيتم الذين كفروا إذا كفروا دوداً بعينهم سكا كافرتا ضعفاً سنحدهم كبنبني نياكي فلا تولوهم الألباب قد كبجي مستد كباسوا بايا كتريف كومي تارس كتريف ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متغرفاً لقتالي لو تهيّز إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأويه جهنم وميس المسير التولي يوم الظهر أكتر إن هذا شمّن يمن ينزل بين شركة تسكي حسد التولي يوم الظهر وتو يقول لنا تأتي يالي مسلمين الكافر لواتو صبو لقدم تعلن كافرين متين يقول شيني تولي يوم الظهر شيني وبنجد يتي ومن يولهم يوم إذن وانت يبجي وكافرين اوان نلانا واتولانا دسكي قنقم اندي با متحرفا واتو منجوية واتو كبتاء بجي كاكابر يابيو كبتاء بجي كان عبدو ينابنك كان عبدو ينابنك دان كيبوك كجوية كاكشيش شيني متحرفي متحرفي جينا واتو داش كانونا مثل قدو كجي قدو كجي قدو كجي كان عبدو عوني سيكي ووك وكشاو ما ينسى كدازي مسكي وكمك أشياء ياسك هنا قلو بقنا ذاتا واتقلو كجي وكيوك كجوه ككشيش وكساريش تو لبارة ياجي شيني يجي سيدي متحيز ميوانا ميجيوه وادبايا إلا كوكما إلا كأتين واتقلو لجت إلا متحرفا ميجوه والكتال سبودا واتو يداو يكش كافر ديكي بنسا او متحيزا كوكو مي كي كنسا الى بعت يزوها وتجمع واتو قد اندككي با قجي مسككي با
a jansa kake dan akwai yan wanga da in sun danku za ku taru ku kashe shi to shikenan shine ko kuma mai kai kansa ila fi'atin zuwa wata jama'a ta musulmi to wanda ya gudu in dai ba wadannan guda biyun ba ubangiji yace to wannan ya komo bi gadabin min Allah da fushin ubangiji kuma awahu jahannam makomarsa kuma wuta wa bisal masiru kuma tirda makoma idan ta zama wuta ce فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع yayin da musulmi suka dawo daga yakin badar to shine suke zance a jiran su ainihin na kashe wani ni bane na kashe wani to shine ubangiji ya nuna musu yace balam taqtuluhum kuka kashe su ba walakin allaha qatalahum allah ne ya kashe su kisan allah ne ko daga takobi ne ba to da allah ya sa ba za ku kashe su ba ai ba za ku kashe su ba wato balam taqtuluhum ku kashe su ibadarin abadar bi kuwatikum da karfin ku ba karfin ku bane walakin allah qatalahu sai dai karfin allah shine ya kashe su wa maramaita wato yayin da kai jifan nan izramaita bil hasbai yayin da ubangiji ya tsaye manzan allah ya tsaye ya wata musu suka zama ba sa gani allah ya ce wannan watsawar ita ce taka amma jifan ba naka bane Allahu Akbar ba jifan ba naka bane jifan Allah ne to walakin Allah harama Allah shine wato yayi jifa dan shi ya sadar da takwankwanin a cikin idanun shi wali yabliyal mu'minina minhu saboda ya jarrabu mu'minai daga irin wannan yaki bala'an hasanan jarraba wacce take mai kyau inna allaha hakika ubangiji sami'un majin komai ne alimun masani ne da komai na'am zalikum wa anna allaha muwahhinun kaidal kafirin wannan bala'i mai kyau anna allaha cewa ubangiji mai launana kaidal kafirina wato makircin kafirai ne saboda haka yake kaskantar da ko kaskantar da su a gaban musulmi to فقد جاءكم الفتح وإن تنتهم فهو خير لكم وإن تعودون أت ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا كافرين idan wato ainihin kuka nemi alfatu wato cin gari ko ku ci karfin musulmi to hakika cin karfi ya zo muku shine an ci karfinku faqad ja'akum alfatu wato ainihin abin ya juya ya koma kanku wa in tantahu inda za ku tige abulan kafirci to shine ya fi alheri gare ku amma idan kuka koma wajen kafirci ko kuma kuka ce za ku yi aljiman dan Allah za ku koma wadan tukuni an kulfi a tukuni wato jama'ar ku da yan ku ba zai amfane ku da shi an komai ba walau kasurat ko da jama'ar ta ku ta yawaita wa inna allaha hakika taimakon ubangiji yana nan ma'al mu'minina tare da masu imani ya ayyuha alladhina amanu أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون يا قوة عندك في إيماني كبع الله كبع مرضم الله كده كبع دبايا أبو الأنبيار الله كوكما أبو الأنبيار منذو عليه الصلاة والسلام وأنتم تسمعون أما الحالي كوكنا جنك القرآن كوكما وعظم دعك يمكن ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون لما قتن قتن مدن دفئة وامن جي لا شهدان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. إن جر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. حقيقة شر دبا واتو دبا تبقوا شر أدبا عند الله أولم أن الصم توسسوا أبلا قسكيا البكم بيباي وقوانا دباسا واتو أيدي فدا قسكيا الذين لا يعقلون وقوانا دباسا فهنت قسكيا. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. الله تعالى يعينك سعادة أرزكين هر أبدا قريس دا سيد يد سوجين دا سكرقا دايات يد سوجين تالد حال دا سيجين كوتيا تولى تولوا دا سنباد بايا وهم مؤرضون سنامي ماسي مواتسي تكرقا قبن دا بقيا مسؤولنا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه ترجعون. يا قوة أنه كي إيماني وأنصى لله لأبنجدي وللرسول وأنصى دمن ذو إذن وتدعينهم ليجلنك لما يحييكم لأبن لذيكم لا يواتهر أبدا. وسني أن الله شيء أبنجدي يقولي أنا أري والمرء فكان موت وقلبه لتنا ننسى وتوكتي بالموت دمتوى وإنه أكيد الله إليه تفشرون بريشني وتوكي تاشر وقلت أكام عقب المكفاك مقوته. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. ولم فتنة قد تسابقوا وقوقوا ولم تاشم فتنة فإن تتاش لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة باوي ودتك تاسو تنبي كل ذات شفابا وانت بيجب بيقني بما ذات شافيشي وعدم كسني چواق بنجدي شديد العقاب مكان من أقوباني كواند إصابا مساء. نعم. وذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تدعون أن يتقدفكم الناس فآويكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. سنة جوابكم كسن شيئا أنينيكو كتنيكو لونانا أبان كسا كنا بنقولن كدم تانيس توجيكو سبود تنني فآواكم الله تعالى يتدلاك يقيك مدينة أجيك وأيدكم يقرف فيك من سرهيدة مفنسا ورغبكم يعلتاك من الأيبات لك عينه يريم رياجي لأنكم فجاك تشكرون فأخذ ونيم ربنجينا. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا الله والرسول وتكونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يا قوة لك إيماني قد قهابين شاء الله واتوكلين أجين كتاد عبد الله فضلان تامكو قد قهابين شاء الله الله سيئين واتوأيكي دسنا تسا قد قهابين شاء أمانركو واتوأبن دعك أمين شاء مكونا الديني وأنتم تعلمون الهاليكو كن سني شوا واتو أبن دعك باكم نعم أماناني كن سني كما شوا هيانا هائنشي ينادق مفي مياكم مونانا أبنوا. نعم.
وَلَمُ أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ فَسَنِي جِيوَا دُوْجِيوِيُمْ كُدَهَا أَمْكُ فِتْنَا لِيْكَ لِيْكُمْ دَوْمُنْ ذَاسِ تَرِيْمُكُ وَأَنْتَ الْأَمُرُمْ فَدَذَاسِمَكُ أَمْفَانِي عَلَى هِرَامٍ kusani cewa ubangiji indahu ajrun sakamako azimun babba ya tabbata gare shi ga wanda ya zabi al'amarin Allah ya wadi da na duniya ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu ya ku wadanda kuka yi imani idan kuka ji tsoron ubangiji kuka kiyaye amanar addininku Allah zai sanya muku furqanan shari'a a cikin zuciyoyinku Allah zai kankare muku zunubanku ya gafarta muku Allah ma abokin falala ce babba wato ya ce sakamako da aljanna الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين لا يا عند كافريسك كل لما كرش الذين كفروا ولن تكافرت عمك فيك كل لما كرش ga irin abubuwan da suka ce ne su fito ka wai a tsare ka da suka shawara suka tare suna shawara da wai ya zami da Muhammad ne munyi ya daina zakin iyayen biki ya ne Allahu Akbar da zami ka kore shi mai ya barka sa Allahu Akbar wani ya ce a'a mai mun kore shi ya barka sa ai mabiyansa ko ba danginsa ba muhajir za su iya su dawo da shi wani ce to abinda za mu gina daki mara kofa toshe kofa mu sa shi a ciki Allah ya yi wani ba masa abinci ta taka amma ba eh ai ya wuce kullu to ko ba yana da kofa wannan ba kofa ka ci aka ari ne shi a daki ba kofa to ya mai da masa abinci wani ce to ai mun yi haka din ba wato ainihin da mu hashi da za su gane zai zo su baka kokar aikin sun fito da shi Allahu Akbar to wani ce to abin da za mu yi wato kashe shi za mu yi Allahu Akbar mun kashe shi ma danginsa ba za su haƙura ba Allahu Akbar to shaidan ya je wurin sai suka gan shi kuru ka ba a bari wani shiga zai suka ga shaidan kuru sun ga wani mutum da ta sace su zai fage shaidan sai suka ce daga ina sai ce a ni daga madadin daga najan ne ke za ta da shi ne min najan ko man najan ne ne daga najan ne sai ce to na ji kuna shawarci abinda za a yi ku duba ai sai ce ku saurari wannan ba sai nuna abu jari sai abu jari ce to ai abin da za a yi kowace kabila ta dau ta fito da wani saurayi maji karfi mu ba su takubba idan mun ba takubba su haɗu gaba ɗaya ku kashe shi kisa 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 idan mun masa haka banu hashin ba za su san da banu mutalib ba za su san da waza su za su yi yaƙi ba duk wanda suka duba zai zaga a cikin su ma kabilar ta ta taɓa wannan jini saboda haka ba wani abin da za su yi mana sai dai kuma biya diya to shi ne ya fita wannan shi ne ra'ayi wannan shi ne ra'ayi to shi ne wannan ubangiji yake gaya mana wato gullan da aka yi ka tuna yayin da wato kafirai suke kullan da ya suke tuka don su ɗaure ka wato a cikin naki sana ka fita ko kuma su kashe ka kamar yadda ake kashe mutane ko kuma su kore ka su fidda kai daga makka wa yan kuruna bika haka suke kullan makirci da kai
wayan kuru mahu Allah kuma yana shirya maka irin yadda zai kubutar da kai. Allahu Ubangiji khairul makirina shi ne biyayya masu ainihin kiyaye bayansa masu gaskiya kullum-kullum makirci. لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. لم أكثر أن تامس آيوين سنة القرآن سيكا جسن تشيبينجي أيضا من قد ما سيما فاني قطر بجو من نم مغنى وان نم مغنى وطو يعني ديتا أي وان نم مغنى ما كومي بجي إلا تابوني ويني كيرن نمتانا فاركو وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء ليغيثنا بعذاب أليم. ولم أنشي ولي وشي نذر ابن الحارث يقول ولم مكانا تنعين دولتك تشكيوز يشي Ubangiji idan dai wannan alqur'ani da Muhammad ke karantawa shine gaskiya a wurinka kuma daga gare ka yake to saukar mana da ruwan wato ainihin duwar wato mina samani daga sama awitina ko kuma ka zo mana bi azabin da kowace irin azaba alim wacce take mai radadi wa ma kana Allahu li yu'adhibahum وما كان الله مؤذبا وهم يستغفرون فلن الله تعالى يبين أبن ديسا إكي جنكر تامس يجي وما كان الله الله بذي سوكر مسل عذابا با وأنت فيهم الحالي كي كنا تكنسون وأنما وتمرتبا تمن من الله sallama wanda ya gudgusti shauran manzanni da ita sannan ya ce wa ma kana Allahu mu'adhibahum Allah ba zai yi musu azaba ba wa yastaghfiruna an hali su suna neman gafara Ubangiji da suke fada a cikin lawafin suna cewa kufurana 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 kau wa ma lahum an la yu'adhibahum Allah wa hum yasudduna an al-masjid al-haram وما كانوا أولياء إلا أولياء إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون إذن أنا أن تعالى موسى عذابا إذن أنا موسى عذابا الحالي سوسنا توشي متعني sani cewa abinda kuka samu na ganima idan kun samu wani abu babba ne ko karami to fa inna lillahi khumsahu sai a kasa shi biyar kashi ɗaya a sa shi wato liwacin na haka nan kuma lirrasuli shauran kuma jami'ul khums wato tasarrufinsa yana hannun manzon Allah daga ciki za a bawa zilkurba wato ma'abota dangantakar annabi alayhi salatu wassalam su ne banu hashim da banu abdul muttalib haka nan za a bawa aliyatama marayu wato ainihin 'ya'yan musulmi ƙanana waɗanda suka rasa ba
kan musulmi wanda ya rasa uba yana karami shi ya ke ta shi maraya amma in ya girma ya bada da fara ce shi maraya ba wal masakini aba miskinai wato dawil hajati ma abota bukata saboda rashin lafiya ko saboda rashin karfi ko kuma wani abu haka nan aba wa iblis sabir wanda uzurinsa ya yanke bai samu uzuri ba to abinda za ku ke nan in kuntum amantum billahi idan kun kasance kun yi imani da Allah kuma kun yi imani da abinda muka saukar da Allah ta'ala ala abdina ga bawan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawman firqani ranar rarraba yawman takad jam'ani ranar da jama'u guda biyu suka hadu musulmai da kafirai wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai to بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواءدتم لاقتربتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا قلنا يا عين تفك بالعدوة a gefen wadi shi ne kudwa a duniya wato gefen wadi mafi kusa da madina fari shi ne wadi gefen fari na kusa da madina kwahun alhali su kafirai bin kudwatin kusuwa suna ainihin a gefen fari wanda shi ya fi nisa tsakaninsa da madina warrakbula kuma asfala minkum suna kasa da ku wato tsakanin wannan gefe da wannan gefe walau tawa antum da kun yi alkawarceceniya antum wato da ku da ainihin wato kafirai ikhtalaftum da kun saba fi mi'adi a cikin gamuwa domin zuwan waɗannan zai saba zuwan waɗannan walakin sai dai haɗa ku haɗu wuri ɗaya ku gamu ku mulku ba tare da alkawarceceniya ba aikin Allah ne liyaqdiya Allahu amran saboda Allah ya zartar da al'amari kana maqulan wanda yake ya san za a yi shi a cikin ilimin sa to liyalaka man raka an bayyinatin wa yayi man hayya an bayyina wa inna Allaha la samiyun alim dan saboda wanda zai halaka da kafircin sa ya halaka an bayyanatin bayan hujja ta bayyana gare shi wanda zai rayu rayuwar imani ya rayu an bayyanatin shi ma wato abiran wato hujja ba tare da wani bukatar handari ba kuma hakika ubangiji mai ji ne ga faɗe-faɗenku alimin masani ne ga dukkanin niyoyinku da abin da kuke aikatawa ولوريتهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور عند الله تعالى يكنون مكسوء أشكم بچنك دومن بچن النباوة أبو نسكة غنيك سكياني walau arakahum kasiran yake nuna maka su a cikin wato baccinka kan kanta ka su kaɗan ne kamar ai da kuma wannan ai cikin lokaci kaɗan za ku gama da su walau arakahum kasiran da ainihin ya nuna maka su da yawa na fashintum da sai ku ji tsoro wala tanaza'tum da kun yi jahayya fil amri a cikin al'amarin yaƙi ku rarraba waɗansu su ce a gabata a je a yi waɗansu su ce kar a yi walakin nan ma hasallam sai dai Allah ya kubutar da ya ainihin rufe abin da yake tsakanin ku innahu shi ubangiji masani ne da abin da yake cikin zuciya wa yuriikum idh taqaytum fi a'yunikum qalilan wa yuqallilukum fi a'yunihim liyaqriya Allahu amran kana mafa'ula wa ila Allah turja'u al-umur ya inda kuka Allah yana nuna muku cewa ba su da yawa
في أعينكم أتين إدانيكم إذا التقيتم يعينكم عدو كوكمين نونا مسكوما باكو ديوا فبقد الله تعالى يزلتد الأمر ديك يا رقا يا سنشي وحكا زي أكو أتين جد منسا وإلى الله ترجع الأمور الأمر فالله تعالى سيكوما أكتو يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون يا قوة لك في إيماني إذا مفكك مجا جماعة الكافرين وكما جماعة ولن سبقات الظالمين فأثبتوا كتبتا kada ku gudu ku tabbata saboda kisan ko ya yanzu fasurullah ku ambaci Allah kasiran da yawa da Allah kun ko ciya ku tufihuna ku samu babbar ku ko ku samu nasara nam wa adiyallahu wa rasuluhu wa la tanazu fa tafshalu wa tarhabu rihukum wasbiru inna allaha ma'a sabirin Allah ta'ala madaukakin sarki kuma manzon sa a cikin sha'anin yaki da sha'anin tabbata kada ku yi jayayya ko ku sassaba ra'ayi a tsakanin ku wannan zai kawo fashal fatafshalu idan haka ya fito muku sa'a ba za ku yi fashal ma'ana za ku watse ba za ku ci nasara ba watan habari hukum kalbun ku zai tabi domin sabani shine yake kawo lalaba karfi واصبروا في حقري إن الله مع الصابرين الله تعالى إنا كما كان سينا تعالى من الصابرين في حقري أنك ما جابوا كان قابا فينا كلما لجلب كان وني يقاني يلدج كنت بان وفتنا كلما قد يتوقف أتجا ما شاء إلكا مكين أقوام هوشيا فنا كلما يأكا afa ki ma shi ne ba da mashi baki na kar 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 shi kuma yana ka kari zai Allahu akbar a kai ke ji ubangiji ke ta da safa kan kuntu tamannun kan ko ko ga alku ko kana tila kuna gurin a tafi abu ko kun ga mutuwa ya tafi Allahu akbar baki wa sani ma Allah ya ce miki amin wa la takunu kan ladina karaju min dirin badara ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط ولك لما كمر ونسكفت من ديارهم تجدان سسين كريشا وتسكفت بدرا جنجر من كيد الفهري ورئاء الناس تكمر يد متاني ويتياس لا تبين شجاعة تكالفنس za su zo su gama da ku waya sun duna suna tare mutane an sabilillah ga tabarjin ubangiji kar su bi shi wallahu bima ya'maluna muhim ilmin Allah ke waye ke da dukkanin abin da Quraishawa suke aikata wa idza zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma min an-nahi wa inni فلما تراءت الفئتان نكث على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أري ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب قلتنا يا أخاكم مني yayin da ainihin shaidan ya zayyana wa kafirai a'malahum ayyukansu da suke yi na bayyana kiyayyarsu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karfafa musu rai ya karfafa musu zuciya kan su tsaya sai sun gama da manzo da shi da sahabbansa ya ce da su la ghaliba lakum al-yawma min an-nas kai kun yi shirin da ba wani aluki da ya sai ta dai ba ban kasa ma ba wai a duniya ma ba za a samu wani zai ta rubuta ba ma hukaci ka ce da ni kan ka ga shi ba shi da zai da hukaci ba ya ce la galiba lakum al-yawm
ba wani wanda zai rinjaye ku minan nabi daga mutane saboda ku kuna nan akan gaskiya kuma kuna nan akan addinin kakanku annabi ibrahim wani ya zo muku da wani sabon addini ya ce zai ku bar addinin to wa inni jarin lakum ni kuma na amince muku cewa ba wani wanda zai rinjaye ku sauri shan kullum na amince muku falamma tara'at al-jaf'atani yayin da ainihin jama'u guda biyu suka hargitse da ta musulmai da ta kafirai kuma shaidan ya ga mala'iku don shi yana ganin shi ba Abu Jahil za su ga mala'iku ne shi yana ganin saukowar mala'iku to shi kenan da ya gane haka na kafa sai ya koma da baya alaƙi mai sai ya ci daga hariban yana mai gudu sai ya gudu wa kala ya ce inni bari'un minkum ni ba ruwa na kun ga jama'a inni ara ma la tarawna ni nan na ganin abu da ku ba ku gani inna jin tsoron ubangiji wato ainihin Allahu shadidul iqab Allah kuma tana nan abu ba ne to ka gani ka ga sai ba ya afka da ya ange da su za mu jaye ana ta al-bahr ana ta bayan sahabbai ainihin Qurayshawa da dama suka ce ya abal haka wai ba haka ake jari ya abal haka tunda yakin nan Abu Sufyan da ma aika mana ne kullum da mu zo mu tare a kuma za mu yi tsira mu koma mu ba mu karko wani bai ba sai da wannan abin nan ne kutuba shi ne ke gaba a gaba bayi uban hindu mata abu su biya sai abul muhtari da ce yi mara alina kera amma duk wannan abu jahil ne ce komai ba sai da abbas babban mazan allah a sallallahu alaihi wasallam bai yi ba sai kutuba ya ce me ra'ayinka ya abal fadl wato sunan abbas da alkunya su ke kai mai ka gani sai abu jahil ce a yi ra'ayin abu wanda ai ai sananne ne ai kun san makoraci ne kuma da ke yin mazan allah su kan su wanda zan bai ce komai ba ke ta yi kun san makoraci ne sai a zai a koma ya ce sai ce da shi to mene ne na tsoron ka ciki abul muhtari da ya ce a koma shi ma matsoracin ne ko ko kutuba wanda yake shugaba ne a cikin Qurayshawa shi ma tsoraci to ni ma ra'ayi na ke nan abu ba ta babban bai shiga musulunci ba sai abu jahil ce ba za mu koma ba sai mun yi kace kace da Muhammad subhanallahi wa bihamdihi na bani cewa mun gama da shi mun gama da sahabbansa sai ya yi kira wani wanda sahabban annabi suka kashe masa dan uwa shiqiqi a cikin watan rajab din a cikin wannan rana cikin ramadan aka yi hakan bada amma cikin watan rajab an kashe wa wani mutum dan uwansa sai abu jahil ya ce zo ka nemi jinin dan uwanka ina haka ne sai za a yi ta komi da wa amra a wai na ne ba a ce ce ya yi mana da kuma abu shi kenan kuma wannan sai ya zama kamar abi aka ba su sai an yaƙi an yaƙi a taɓa aiki kowa sai ta shi kowa sai ta shi a daga wanda yaƙi ba su fi nasara ba abu jahil a kai masa makami a kai masa mummunan makami abdullahi dan mas'ud gajeren nan yana yawo haka sai dan shi dama shi kisa dawai ne ya zo ya samu mutum yana rago kafu yana rago wannan bayi sai raba yan kawawa sai zauna a kan bibiyarsa.